البيضاء. تندفع خيل الثلاث سنوات فأكثر من علامة 1400 متر ابن ديباجية عباثة والدهام منية النفس والتاد فروسية باشة الخيل وسهم الدرعية مزحزح سعد الخوي العد الرهاوي دقة هضبة الشرف أفنتورين بنت عند الله وعد الحر وحكيم الميدان ومراوي. هنا الخيل مع بعضها البعض الصدارة في هذا الشوط تذهب مع منية النفس ابنة شيف هافوك وأيضا نشاهد من والتاد ابن سبرينغ هيت يحاول مع نايف العنزي المطاردة في هذه الأثناء بينما هنا العد الرهاوي إلى ثالث المراكز يحاول في هذه اللحظات الثبات ومراوي إلى رابع المراكز ونشاهد التحرك من قبل ودها بشعار اسطبل الحسام ابنة علي طويق مع محمد سعيد وتحرك قوي أيضا لي على ما يبدو. هنا نشاهد سهم الدرعية من الخارج هنا العد الرهاوي ابن أحرار مع عبدالله الفيروز يذهب إلى المركز الأول يحاول الانطلاق في هذه الأثناء في متابعة أيضا من سهم الدرعية المنطلق أولا ومنية النفس كذلك شيف هافوك الأمتار الأخيرة. هنا منية النفس ابنة شيف هافوك مع لويس موراليس والعد الرهاوي ومحاولات من ودها من إلى صدارة. هنا منية النفس لا زالت مسيطرة على السباق حتى الآن. منية النفس في الظهور الثاني لها ابنة شيف هافوك تسجل الفوز الأول في سجلها السباقي وتظفر بسابع أشواط الحفل الثامن.